طيب هو الصوت ده احنا هو
بين 1 زائد بين 2 هتبقى ده بي كوم صح؟ يبقى اذا ايه؟ كاني معنى اخر فاكرين معطيات عملناها في المحاضره اللي فاتت؟ كاني معنى اخر بقول ان كل ناحيه منهم شايفه بي كوم زائد مين؟ دي ديفرنشال مين؟ اول بي كوم ناقص مين؟ دي ديفرنشال مين؟ طيب لحد دلوقتي هل الدايره شايفه هتكون ديفرنشال سيجنال ولا لا؟ هنا هل الدايره شايفه هتكون ديفرنشال سيجنال داخلها؟ لا ليه؟ لان ده معنى ايه برضه؟ هو مو سيجنال. طب امال ازاي الدايره كلها تو فرنشال سيجنال عشان اعرف ابسط الاناليسيس؟ يعني بتستعمل ايه؟ بوزيشن. مش الدايره دي انا بقسم ان هي دي شغاله بالنير مود اوبريشن. طيب فانا مدخل كذا انبوت مش ممكن انالايز السيركت فور ديفرنت سورسز واجمع الاوتبوتس يبقى في الاخر حصل الاوتبوت التوتال هو الاوتبوت ديو تو السورس اللي على اليمين وعلى الشمال زائد السورس اللي ايه؟ اللي تحت. طب خلاص يبقى انالايز السيركت مره فور الديفرنشال انبوتس يبقى ادخل هنا التو سورسز اللي فوق وهعمل ايه اللي تحت؟ هشوف السيركت اللي تحت اذا ده بقى جراوند ده بقى جراوند. يبقى كده كان اللي داخل هنا ايه؟ بي ديفرنشال على دي ونيجاتيف دي ديفرنشال على دي. فكده بقت الدايره دي فولي سيمتريك وداخلها ايه؟ ديفرنشال اكسايتيشن. يبقى اقدر احلها بالطرق المبسطه اللي اتكلمنا عليها ايه؟ المحاضره اللي فاتت وهنتكلم عليها اكتر دلوقتي. طب والناحيه الثانيه هعمل ايه؟ هشوف الديفرنشال سورسز كده واسيب بقى مين دلوقتي؟ الكومبوت سورس صح؟ فهشوف الاثنين دول الشورت الشورت واسيب مين؟ الكومبوت سورس وانلايز الدايره فور اني جيفن كومبوت انبوت تمام؟ يبقى هعرف انلايز الدايره مرتين مره فور ديفرنشال اكسايتيشن ومره فور ايه؟ كومبوت اكسايتيشن. طب التوتال اوت هيبقى ايه؟ هيبقى حاصل كام كده؟ طب افرض انت في سبيشال كيس ان انت ما عندكش بس غير ديفرنشال انبوت يبقى يهمك مين بقى في الاخر؟ يهمك ده بس مش ايه مش بتهتم ده صح او العكس ممكن انت عايز تشوف كومبوت ريسبونس بس يبقى ابص على مين؟ ابص على ده بس تمام. فحسب انت انترست في مين اقدر اختار انلايز الدايره فور ويتش تايب اوف اكسايتيشن. هتفرق في ايه بقى؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. هتفرق ان انا لما اجي انلايز الدايره فور ديفرنشال اكسايتيشن هعمل سيمبليفيكيشنز معينه في الدايره هنتكلم عليها دلوقتي. لما اجي انلايز فور كومبوت اكسايتيشن هعمل سيمبليفيكيشن مختلفه هنبسط الدايره بطريقه مختلفه ونعملها برضه ايه؟ انلايز. هي مشكله ايه بالظبط؟ المشكله ان الدايره اللي فوق على الشمال دي طول ما الانبوتس مش عكس بعض بالظبط مش هنعرف نعمل لها اناليسيس للتكنيكس المبسطه اللي هنتكلم عليها تمام؟ فعشان اعرف اعمل لها اناليسيس للتكنيكس المبسطه دي لازم دايما افترض ان الاثنين عكس ايه؟ عكس بعض يبقى ديفرنشال او زي بعض يبقى ايه؟ يبقى كومبو تمام؟ لان غير كده مش هعرف بقى استخدم الفيري سمبليفايد تكنيكس دي ولازم اعمل اناليسيس بقى فول بقى الدايره كامله من غير فاكر المحاضره اللي فاتت عملنا ايه؟ عملنا هاف سيركل بس كده شكرا كده احسن. طيب ف تعال نشوف بقى ايه هنستغل بقى الكلام ده ازاي دلوقتي خلاص. طيب هنرجع ازاي نسيمبليفاي بقى السيركلز بتاعتنا. تعال نرسمها كده على جنب هنرسم الـ A الـ differential curve simplify ده ونشوف هعمله simplification في الـ two cases ازاي. طبعا أهم assumption عندي دايما بفترض إن الدايرة is إيه؟ السيمتري مش كده؟ طيب أنا عايز أفكر أعمل simplification للدايرة ازاي في two modes of operation differential mode أو الكومن مود. في الديفرنشال مود انا هفترض ان الانبوت هنا ايه؟ بلس مثلا بي انبوت ديفرنشال على 2 وهنا ماينس بي انبوت ديفرنشال على 2 صح كده؟ طيب الدايره اتفقنا انها دايره سيمتري. سيمتري بمعنى ان انا لما اجي ابص عليها نص اليمين هيبقى ايدنتيكال لمين؟ للنص الشمال. فهسمي دي سيركت A على اليمين وسيركت A على الشمال حيث فين السيركتس دي هنا؟ اللي هو النص اليمين والنص الشمال. طيب طالما السيركت سيمتري مش يبقى لازم في لاين اوف سيمتري كده في النص اسمها لي نصين. طب فين اللاين اوف سيمتري اللي هنا؟ اللي هو اللاين صح؟
also über die Circuit E und die Circuit E sind einfach sehr viel und dann kann man die input differential abnehmen und dann kann negative input differential abnehmen. طيب خلينا نتكلم في الموقف ده لو انا ببص على السيركت اللي فولي سيمتريك خلاص وهنا بعمل بوزيتيف دلتا في ونيجاتيف دلتا في طبعا هنتكلم ايه ساينوسويد او اي سي وايز يحصل ايه للنود اللي في النص الداش بتاعها هيتغير ولا مش هيتغير؟ مش هيتغير يبقى النود اللي في النص يبقى اي نود على الماين اوف سيمتري اللي انا رسمه ده لازم الفولت بتاعها يساوي كام؟ ها اي سي طبعا يبقى في اي سي بتاعت اي نود اللاين اوف سيمتري ده لازم يساوي ايه؟ لازم يساوي صفر، وده اللي احنا كاتبينه هنا. يبقى انت عندك تو سيمتريك بارتس للسيركت في لاين اوف سيمتري، الباوندري كونديشن لما اكسايتد ديفرنشالي بلس بي ديفرنشال اتنين، نيجاتيف بي ديفرنشال اتنين، لازم يبقى كل النقط المتصله ما بينهم الفولتج بتاعهم هنا يساوي صفر. هنا عندنا كم نقطه متصله؟ مفيش غير واحده بين التو سايدز، فيبقى السولوشن اللي لازم ايه؟ ده يساوي صفر. اي سي واي صفر. تمام؟ طب وبالتالي ده هي ايه؟ هيترانسليت الاناليسيس لحاجه. طب لو ده بيساوي صفر يبقى في السمول سيجنال هحط ايه هنا؟ جراوند. يبقى الكارت سورس ده هيخش معايا ولا لا؟ هيخش معايا. هو طبعا في الاصل هو اوبن مش كده؟ بس انا هحط بقى جراوند كمان هنا. طب بمعنى اخر هو الكارت سورس ده ممكن يبقى ليه باراسيتكس مش كده؟ هنشوف هتظهر بقى معايا ازاي دلوقتي. طيب تعالى نشوف المود الثاني بقى الكوم مود. الكوم مود دلوقتي هنا اكسايت ازاي؟ ها؟ مش عكس بعض بقى. هحط ايه هنا؟ بي انبوت كوم مود وهنا برضه ايه؟ بي انبوت كوم مود. طب ده سيمتريك ولا لا؟ برضه سيمتريك. خلاص بس المره دي بقت ايه؟ ايفن سيمتريك صح؟ المره اللي فاتت كانت اود سيمتريك مش كده؟ كانوا عكس بعض. طب دلوقتي ده سيمتريك مش يبقى الريزستور اند ريزستور ترانزستور ايدنتيكال ترانزستور يبقى الكارت ده هيحصل ايه برضه؟ برضه بيتقسم هنا قد ايه؟ البايس بوينت بتاع ده زي البايس بوينت بتاع ده صح؟ عظيم. طب ازاي بقى انا لايز دلوقتي؟ برضه عندي لاين اوف سيمتري صح؟ صح؟ طب افصل الدايره ازاي؟ انا عايز ابسط الدايره مش كده؟ هي الحاله دي الكارت سورس ده مش ممكن اعمل سيمبليفيكيشن كده بسيط واقول بدل ما ارسم الكارت سورس ده خلاص اجيب بقى بي سي بتساوي صفر دي لان حاجه تانيه مش كده؟ ارسم الكارت سورس ازاي دلوقتي؟ ها الناحيتين ايدنتيكال مش ممكن اسبليت الكارت سورس ده نص يمين ونص شمال يعني اقول اهو ادي نص منه هنا يبقى والنص التاني فين؟ نص تاني هنا نفس الرسمه ولا لا؟ طب ده في كام ده؟ اي اس على دي نوع اس على صح كده؟ فين اللاين اوف سنتر بتاعي؟ ادي اللاين اوف سنتر. طيب الكارت ده بيساوي الكارت ده صح؟ من السيمتري التوتال كارت هنا اي اس هيتقسم ازاي يعني؟ برضه بالتساوي يبقى برضه ده هيساوي ده صح ولا لا؟ طب لو ده بيساوي ده وده بيساوي ده هل في كارت تانش هنا ولا لا؟ مش كارت تانش هنا. يبقى الباوندري كونديشن في الحاله دي من التو هاف سيركتس دول بنسميهم هاف سيركت ودي ايه؟ هاف سيركت. ايه الباوندري كونديشن بين التو هاف سيركتس هنا؟ ان الكارت ما بينهم مال هيساوي صفر صح ولا لا؟ مش الفولتج خلي بالك يعني في الديفرنشال كان النقطه دي الفولتج بتاعها كام؟ بصفر. طب لما الفولتج يبقى صفر بعرف اقسم التو سيركتس ولا لا؟ بقسم التو سيركتس يبقى عندي ايه؟ اثنين هاف سيركتس واتقسمت ازاي؟ ان الفولت بينهم بقى صفر مش كده؟ الكوم مود اتعكس بقى الكوم مود اتعكس ايه اللي حصل؟ لقيت ان كل حاجه سيمتريك يبقى مفيش كارت ماشي هنا لهنا. طب يبقى ازاي افصلهم مع بعض ازاي؟ ها؟ خلاص اقطع كده مش الكارت اللي ماشي كده بصفر ولا لا؟ يبقى لو قطعت كده هيفرق ولا مش هيفرق حاجه؟ مش هيفرق. يبقى فين الهاف سيركت بتاعتي بقى اللي عملناها اناليسيس دلوقتي؟ واحده من دول صح كده؟ يبقى خدنا بالنا ازاي اجيب الهاف سيركت في الكوم مود والهاف سيركت في الايه؟ في الديفرنشال. واحده النقطه اللي في النص هتبقى فيرتشوال جراوند او اي سي جراوند صح؟ الثانيه هعمل ايه؟ هقسم السيركت ما بينهم وهقسم بقى ايه؟ الكارنت سورس عليهم مش كده؟ طب سؤال لو الكارنت سورس ده ما كانش ايديال يعني لو كان ليه اوتبوت ريزيستنس ار اس خلاص هقسمها ازاي؟ بص على بالظبط كده توزع على اثنين تبقى ايه هنا؟ هي المفروض التوتال ار اس يبقى وزعها نص يمين ونص شمال يبقى ايه؟ تبقى ايه؟ يبقى اثنين ار اس اس مثلا وايه؟ واثنين ار اس اس صح؟ فلو هقسم الدايره او هقسمها ازاي؟ او هقسمها كده وانا بايظ الهاكس كده تمام؟ طيب
طب في الديفرنشال الار اس هيتس لايك اتكلمنا عن الار اس ديفرنشال في الكومن في الديفرنشال هيتس لايك النقطه دي جراوند اصلا وهنا جراوند يبقى الار اس هتفرق ولا لا مش هتظهر اصلا معاك فيبقى ميزه التوبولوجي دي ان الار اس اصلا ما بتظهرش في الديفرنشال مود بتظهر بس في الكومن اصلا نشوف تاثير الكلام ده ايه على الاوبريشن بتاع الاتفاق ده خلاص يبقى فهمنا التو باوندري كونديشنز يبقى اتنقلنا من فوق لجنرال كيس التو هاف سيركتس بينهم كارنتس وفولتجز مش كده؟ في كارنت رايح من هنا كارنت رايح من هنا وهكذا بس لما وصلت الانبوتس قلت لا انا عندي مره ديفرنشال انبوتس ومره كومون انبوتس لقيت ان الباوندري كونديشنز بدات تختلف كده بقت صفر وبقدر احيد الهاف سيركتس تمام ومره هنا الكارنتس بقت صفر بقدر افصل برضه واحيد الايه؟ الهاف سيركت طبعا الهاف سيركت دي غير نشوف بقى ايه شويه اكزامبلز على الكلام ده. طيب تعالوا نرجع نطبق الكلام ده على اكزامبل بسيط كده شبه اللي كنا بنتكلم عليه في المحاضره اللي فاتت. يمكن الفرق بس ان احنا ضفنا هنا ار لود. خلاص يعني ده بالظبط او ار اس ما كناش عاملين ار اس في المحاضره اللي فاتت. تمام فانا ضفت هنا ضفت الديجنريشن ريزيستنس ار اس وضفنا ايه ار لود. جيت قلت لك انا عايز انلايز الديفرنشال امبليفاير ده فور ديفرنشال سيجنالز انا مركز على الديفرنشال دلوقتي مش هتكون مود بعدين طيب فانا دلوقتي خلاص بقول لك ان انا بعمل ديفرنشال اكسايتيشن طيب اذا ممكن افكر هل ينفع استعمل الديفرنشال هاف سيركت ولا لا اول كونديشن اتحقق ان انا مدخلك ديفرنشال انبوتس تاني كونديشن هو ايه؟ هل الدايره سيمتريك ولا لا؟ صح طب بص على الدايره شكلها سيمتريك الار دي زي الار دي الار اس زي الار اس ولا فاضل الام 1 والام 2 ورايا تمام نفس البايس كونديشنز على الجيتس خلاص كل حاجه سمعتها يبقى عندي اوت سمتر تمام طيب يبقى الهاف سيركت هجيبها ازاي؟ برضه هاخد الماينر سمتر في النص كده تعالى نرسمها هنا دلتا بي داش ماينس بي اكس على ار واحد
زائد الكرنت ده اللي هو ايه؟ ناقص دلتا بي. الكرنت ده اللي هو بي اكس على ايه؟ خلاص خلاص. لو جيت بصي على المعادله دي اي ترمات هتكنسل بي داش هتكنسل مع بي داش، هتلاقي الحل الوحيد للمعادله دي بي اكس بتساوي صفر. تمام؟ فهي باينه حتى منين؟ من السمت بتاعها. خلاص؟ فيبقى ايه؟ رجعنا تاني هنا يبقى قلنا دي الاي سي جراوند بتاعتنا، فخلاص الايه؟ الهاف سيركل اتقسمت من تحت. مش كده؟ طب ناقص بقى الحته اللي فوق. عايز اعملها سيمتري. اقسمها ازاي؟ ممكن اعيد رسمها بطريقه ثانيه؟ نعم. بدل ما احط ار ال كده ممكن اقسمها ازاي؟ انا عايز اقسم تو هاف سيركلز. ايه علاقه التو ريزستور دول بار ال؟ بالظبط ار ال على ايه؟ ما ار ال على ايه؟ هل غيرت حاجه في المساله كده؟ لا صح؟ يبقى اللايف سيركل بتاعي مش فين؟ ماشي كده؟ يبقى النقطه اللي في النص دي البوتنشال بتاعها كام برضه؟ البي اي سي بتاعها هيساوي ايه؟ هيساوي صفر. صح كده؟ يبقى انا ما غيرتش حاجه بس لقيت اللاين اوف سيمتري بتاعي اللي بيفصل لي بين التو سيركلز على بعض. طيب يبقى لما اجي ابص بقى على ناحيه دي هعرف بس ان هاف سيركل هنا ولا لا؟ يبقى هيبقى كومن سورس اهو شايف ار اس تو جراوند وار درين طبعا تو اي سي جراوند اللي هو السبلاي وايه؟ وار ال على الاثنين الجراوند هلاقي الكوبل سيركل شبه اللي انا قاسم فين؟ شبه اللي انا قاسم. يبقى شفنا ازاي الديفرنشال اكسايتيشن وصل لي الدايره از لونج هي سيمتريك طبعا وصلها لي انها ايه؟ سمبليفايد انتو بنسميها ايه؟ ديفرنشال مود هاف سيركت او ديفرنشال هاف سيركت. تمام؟ طب احل بقى دي ازاي؟ خلاص بقى سهل قوي انا عايز اجيب في اوتبوت على بي انبوت. طبعا بس عشان ما اتلخبطش الانبوت اللي هيخش الهاف سيركت هو مين؟ بي انبوت ديفرنشال على اثنين. طب لما اجي بقى اقسمها هاف سيركت يبقى الاوتبوت ده اسمه ايه؟ يعني هو الديفرنشال اوتبوت هو ده ناقص ده وهما عكس بعض يبقى ده ايه؟ ده النص وده النص بس الاشاره نيجاتيف خلاص فانا هفرض النيجاتيف هنا يبقى ده ساعتها هو نيجاتيف بي اوتبوت ديفرنشال على ايه؟ على الـ. يبقى الاوتبوت بتاعي هسميه ايه؟ نيجاتيف بي اوتبوت ديفرنشال على خلاص؟ طب من الدايره دي اعرف اجيب الجين ولا لا؟ خلاص على طول هو ايه؟ الار روت على الار سوب زائد الواحد على جي ان فيبقى الجين بتاعي الجين بقى لو تعرف منين بس عشان ما تلخبطش اوتبوت على الانبوت اللي هو مين؟ دي اوتبوت ديفرنشال على اثنين بس مش هقول نيجاتيف عشان انا هفرض الاتجاه كده على الانبوت اللي هو ايه؟ دي انبوت ديفرنشال على اثنين ده اللي هيساوي ايه؟ ار دي بارلل مع ار روت على اثنين على الواحد على جي اف زائد مين؟ زائد الماكس. طيب طبعا الاثنين والاثنين مالهم؟ هيطيروا هيبقى ايه؟ يبقى دي على طول هي دي اوتبوت ديفرنشال. طب انا عايز احسب الجيم بتاع مين؟ انا عايز احسب الجيم بتاع الهاف سيركت ولا بتاع الامبليفاير الكل؟ الامبليفاير الكل هو ده بنسميه بقى الاي بي او الاي ديفرنشال ده الديفرنشال مود خلاص اي دي ام اي ديفرنشال مود خلاص هيساوي ايه تعريفه؟ هو بي اوت ديفرنشال على مين؟ بي انبوت ديفرنشال اللي هو بيساوي مين؟ هو نفس الكلام ده بس بشرط ايه؟ بشرط كده طبعا ما معلش احنا نسينا نيجاتيف هنا صح؟ هنا الجين هيبقى ناقص ده على ايه؟ على ده هيبقى ناقص ده ينفع الجين على طول هو ايه؟ نفس الكوانتيتي دي من غير الاشاره تمام؟ يبقى خدوا بالكم ان في فاكتور اوف هنا بس راح لما قسمنا دي على دي صح؟ وفي الاخر الديفرنشال جين هو الديفرنشال اوتبوت على الديفرنشال انبوت اللي هو طلع مين؟ بتاع الهاف سيركت تمام؟ حاضر خلاص يبقى واضحة كده ازاي احنا الانلايز السيركت؟ الموجب والسالب ممكن تحطهم لي على مثلا صح هو قال لي انا هفرض البوزيتيف على اليمين اهي والنيجاتيف على الشمال فانا لما جيت افصلهم بقى في الهاف سيركتس قلت خلاص ده يعني هو عايز دي نيجاتيف هفترض دي هي دي نيجاتيف دي اوتبوت دي على دي ودي البوزيتيف يعني ما هي دي نيجاتيف يبقى دي العكس بلس دي اوتبوت ديفرنشال على دي يبقى دي اعلى دي قد ايه؟ دي اوتبوت ديفرنشال هو ده هو اللي كان راسم لي الفولات طبعا مش فارقه ليه هي ميزه الديفرنشال سيجنالز ايه؟ افرض انا عندي دي جين بشرطه هنا الجين طلع شرطه ايه؟ بوزيتيف لان الناقص دي طالع مش كده؟ طب افرض انا قلت لك انا عايز اجيب جين نيجاتيف انا هعمل ايه؟ فليب البولاريتي بس قول لي خلاص بدل ما ياخد البوزيتيف على اليمين والنيجاتيف على الشمال هقلبها اقول لك والله لا اعرف ان البوزيتيف هو اللي على الشمال والنيجاتيف هو اللي على اليمين هي دي ميزه الديفرنشال سيجنالز انت عندك كده كده ايه؟ الفرق فيزيكال بينهم 180 درجه تمام؟
واضحة؟ طيب تعالي نشوف ايه؟ اكزامبل تاني. عملنا ايه ده بقى في الاكزامبل التاني ده؟ الرسمة دي هتشوفوها كتير قوي بعد كده ان شاء الله، من الاكزامبلز المنتشرة قوي مع الديفرنشال بير، ان هو عمل ايه دلوقتي؟ بدل ما كان بيستعمل ريزست فلو زي قبل كده، خلاص اللي هو الجيم بتاعه كان بيطلع بكام؟ لما نبص على الهاب سيركت كان بيطلع جي ام ار دي، مش كده؟ الديفرنشال لو كان بيطلع جي ام ار دي. طيب هو جه قال لك انا عايز اكبر الجيم ده قوي، خلاص يعني تخيل لو عندك ايه؟ اسيمبل ديفرنشال بير وقلت له عايز اكبر الجيم بتاعه، خلاص الجيم بتاعه قلنا ايه؟ نيجاتيف او بوست مش فارقه يعني، بس المهم جي ام ار دي مش ار دي. طيب لو هو عايز يكبر الجيم هيضطر يعمل ايه في الار دي عشان يكبره؟ هيزودها طبعا، ممكن يزود الجي ام بس يعني نركز على الار دي دلوقتي، يعني لو عايز اكبر الجيم عن طريق الريزستنس لازم ازود مين؟ الار دي. كل ما هكبرها هزود الجيم صح؟ طب ايه المشكله اللي ممكن تحصل لي لما اكبر الار دي؟ اه تنزيل، بس يعني دي المشكله الاساسيه، المشكله اللي ايه؟ فكرت تعمل ايه؟ الباوس اللي هيتأثر، ايه اللي هيتأثر بقى؟ الفي دي اس بالظبط كده، الفي اوت كومن مود اللي هي بالنسبه للترانزستور دي هي مين؟ الفي درين بتاعته، الفي اوت كومن مود قيمتها كام؟ الفي اوت كومن مود بتساوي ايه؟ الفي دي دي ماينس الايه؟ الاي اس اس على 2 طبعا الاسم في الايه؟ في الار دي صح؟ يبقى كل ما هكبر الار دي هيحصل ايه الاوت كومن مود ده؟ هيقل مش كده؟ طب ايه الخطورة لما الاوت كوم مود يقل؟ الترانزستور ده ممكن يخش في فين؟ يخش في الترايب صح؟ ففي ليميت ما اقدرش اكبر النار بعدها، طبعا في ديس ادفانتجز ثانية زي الايه؟ الاساسي دلوقتي خلاص؟ طيب فيكبر الجيم ازاي بقى؟ ايه الطريقة اللي يكبر الجيم؟ انا لما اشيل بقى الار دي واحط بدلها ايه؟ ها؟ ايه اللي انا حاطه فوق ده؟ الكارت سورس عشان حاطط هنا دي بايس صح؟ فلو فرض ان ده بيأكت في الساتوريشن مش يبقى ده كارت سورس زي اللي اتكلمنا عليه في المحاضره الاولانيه؟ طيب الار اللي انت هتشوفها هنا اللي بالنسبه لك الار نود عباره عن ايه ساعتها؟ هي الار نود، ايه الار نود؟ لما تيجي تعمل سبورت سيجنال اناليسيس ده الجيت بتاعه وصل عليه بي بايس، يبقى البي جيت هتبقى ايزي جراوند والبي سورس برضه ايه؟ تبقى ايزي جراوند، يبقى الديبندنت كارت سورس اللي هو هيحصل ايه؟ هيتشال، يبقى هيبقى من سمول سيجنال موديل بتاعك الترانزستور اللي فوق ده هيبقى ايه؟ الار كور بتاعك بس. صح؟ يبقى اذا الجيم بتاعه بدل ما يبقى جي ام في ار دي هيبقى ايه بدل جي ام؟ جي ام في ار كور. طب مش الار كور انت ممكن تديزاين الترانزستور ان الار كور ممكن تبقى اعلى قوي ولا لا؟ ممكن تبقى عالي جدا تزود قوي الجيم بس عليه. فهو ده الفكره من ان هو يعمل ايه؟ اللي احنا بنسميه ابارنت سورس لود. فيبقى دي هي نفسها الديفرنشال بير بتاعنا، بس بدل الار دي حطينا بدلها ام 3 وام 4 اللي هم عباره عن ايه؟ تو كارت سورس. خلاص ليه؟ لان انا موصل الجيت على البايس فولتج صح؟ فده شبه الميرور اللي كنا بنتكلم عليه في ابو محمد، هيبقى بيميرور كارنت من دايره ثانيه وبيحط لك الكارنت هنا، الكارنت طبعا لازم قيمته تبقى كام؟ لازم تبقى اي اس اس على 2 مش كده؟ انت ظابطها من تحت ان التوتال بتاعهم اي اس اس، فانت جاي له من فوق تحط برضه ايه؟ تو كارنتس تانيين، فلازم يبقى نفس الايه؟ نفس القيمه صح؟ فانت راكب فوق تو كارنت سورسز او ميرورز بيميرور الكارنت من ايه؟ من البايس سيركل بتاعتك. ميزتها ايه بقى؟ اللود امبيدنس اللي انت شايفه من فوق دلوقتي بقت عباره عن ايه؟ بقت ار نود بتاعتك ام 3 او ار نود بتاعتك ام 4. طب لما اجي اعمل بقى الاناليسيز دلوقتي للديفرنشال سيجنال كل حاجه سيمتريك ولا لا؟ كل حاجه سيمتريك، هفرض كده يعني صح؟ ترانزستور ام 1 ايدنتيكال ام 2 ام 3 ايدنتيكال ام 4، يبقى لما اجي اخد الهاب سيركت بتاع الديفرنشال مود برضه هيتحول ايه؟ انتو اي سي جراوند، هيرجع الشكل عباره عن ايه؟ ا كومن سورس امبليفاير خلاص، بس اللود بتاعه عباره عن ايه؟ كارنت بيرجن. يبقى الجيم بتاعه هيبقى ايه؟ جي ام 1 مش كده؟ مضروب في مين؟ في الاوتبوت امبيدنس اللي هي عباره عن ايه؟ ارنود 1 بارلل مع ايه؟ مع ارنود 3 تمام. يبقى عرفت اكبر الجيم ولا لا؟ كونفيرت الديفرنشال بير للريزست لود عرفت اكبر ايه؟ الجيم بتاعك تمام. دكتور انا
ماشي سؤال كويس، تعالى بقى فكر فيها كده، يعني انت كده جبت ايه؟ ريزيستنس عالية، يعني بتساوي فيها جين، صح؟ هل الريزيستنس دي ليها علاقة بالبي سي اوتبوت فولتج هنا؟ لا، هي دي الميزة، إن الأر لود دي مالهاش، إذا الـ AC بارامتر، دي سمول سيجنال بارامتر، مالهاش دعوة بالـ DC ريزيستنس، صح؟ طب اكشلي الـ output common mode عند النقطة دي، هل يعني في حاجة هتخليك يقل جامد كده؟ ولا عندك يعني تولرنس ليه؟ ممكن يزيد لحد كام الـ output common mode ده؟ What's the maximum output common mode ده اللي بيحصل في الكلام؟ لا مش GD، مش الفور ده عبارة عن إيه؟ ده كارت سورس ولا لا؟ كارت سورس، طب كارت سورس ينفع يشتغل بزيرو؟ ولا نزل له ايه؟ دي كومبلاينس بتاعته صح؟ يبقى الفي اوت كول مود ماكسيمم هتبقى كام؟ الفي اوت كول مود ماكسيمم تساوي كام؟ البي دي دي ماينس ايه؟ الفي كومبلاينس بتاعته اللي هي عباره عن ايه؟ البي دي اس سات بتاعته كده ولا لا؟ اللي هي ايه؟ البي دي اس سات بتاعته اللي هي كارت سورس بتاعته، فطبعا دي تقدر باي ديزاين تحددها، كل ما هتكبره هتقلل الايه؟ الـ VDSS بتاعته أو الـ Reflective بتاعته أو الـ View Control تمام؟ فهي دي ميزة ولا لأ؟ ميزة لأن أنت إيه؟ الكونس بتاعك لازم يقل في نفس الوقت عرفت تعلي إيه؟ عرفت تعلي الـ View بتاعك. طيب تعالوا نفكر في الـ Keep the Common Mode بقى، إيه الـ Keep the Common Mode Range؟ طبعا الـ Minimum هو زي اللي اتكلمت عليه في المحاضرة اللي فاتت صح؟ الـ Keep the Common Mode Minimum لازم يشغل الترانزستور M1 و2 فنزل له VGS زائد مين تحت؟ الفي كومبلاينس بتاع الصوت اللي تحت يبقى المينيمم هو في جي اس زائد ايه؟ الفي كومبلاينس كده؟ طيب الماكسيمم بقى مين اللي هيحدده؟ الماكسيمم انبوت كوم مود مين اللي هيحدده؟ اللي هيحدد ده يبقى يوصل لكام؟ اللي هيحدده هو الاوتبوت كوم مود، دي اوتبوت كوم مود تساوي كام؟ صح؟ انا مش عارفها دلوقتي، بس لو انا اعرف ان دي اوتبوت كوم مود بكام؟ هل اعرف الماكسيمم بتاع ده بكام ولا لا؟ هيساوي كام الماكسيمم بتاع ده؟ هو الفي كوم مود زائد دي زائد الفي تي صح؟ يبقى الانبوت كوم مود يبقى في انبوت كوم مود ماكسيمم خلاص هو الفي اوتبوت كوم مود زائد الايه؟ طب بس مين بقى حدد لك الاوتبوت كوم مود؟ في المسألة دي ترانزستور كارت سورس اللي فوق طب هنا اهو مش كده؟ هنا الاوتبوت كوم مود بيتحدد بالكرنت والريزستنس على طول بالدروب صح؟ هنا الحقيقة مفيش حاجة واحدة وفي الحقيقة فعلا مفيش حاجة تحدده يعني الدايرة دي بالطريقة اللي احنا رسمناها بيها دي مش كاملة في الاكسترا سيركت لازم تتضاف عليها هي اللي بتست الكوم مود عند الاوتبوت نوز تمام ليه بقى؟ الدايره دي الحقيقه يعني ممكن ما تشتغلش احنا رسمينها كده لان الكارنت اللي تحت ده لازم يتقسم بالتساوي اي اس اس على 2 واي اس اس على 2 واللي فوق دول كارنت سورسز برضه لازم يكون كام؟ اي اس اس على 2 بالظبط واي اس اس على 2 بالظبط طيب لو هما يعني انتقام من بين هما بالظبط زي بعض ماشي ممكن الامور تمشي افرض واحد فيهم اختلف يعني دلتا اي عن الثاني اللي هيحصل. الاوتبوت نود دي هاي امبيدنس ولا لا؟ هي شايف الدرين بتاع الديفايس اللي فوق والدرين بتاع الديفايس بتاعت سيفير هاي امبيدنس نود. فلما يمشي فيها جرس صغير هيحصل ايه الفولتج؟ هتلاقي الفولتج اتغير جامد. فهتلاقي ان الفولتج لو في دلتا كارنت الفولتج ده هيزيد جامد او يقل حسب انهي كارنت اعلى من انهي اللي فوق اعلى ولا تحت اعلى وبالتالي ممكن يخرج الامبليفايرز من اللينير رينج اوف اوبريشن تمام فالدايره دي هتدرسوها ان شاء الله بعد كده يعني في سنه رابعه او يمكن في سنه ثالثه هي اللي هتست الكومبو هي اللي هتحدد الكومبو بتاع السيركت دي بحيث تضمن ان الترانزستور تشتغل دايما فين؟ في الساتوريشن ريجن زي ما انت عايز خلاص احنا مش هنتكلم على ايه؟ على السيركت دي بس عشان تبقوا فاهمين بس ايه؟ ده الرينج المسموح بس مين اللي هينفورس بقى الحاجات دي؟ ده انا بقول لك الدايره اللي احنا هنضيفها ممكن تست الاوتو كومو اب تو ماكسيمم اوف كذا تمام؟
say. تمام. خلاص يبقى برضه ايه شفنا في المساله زي دي ان انت لما تيجي تعملها اناليسيس مش محتاج تعمل ايه؟ فيري كومبليكيتد اناليسيس وتقعد تشوف كل الترانزستور وتحط ده ايه؟ سمول سيجنال موديل. لا مجرد انت عرفت ان هي فولي سيماتيك وعرفت ان في كود ديفرنشال بسطناها على طول تو ايه؟ سيمبل كومن سورس عرفنا نجيب الجيم بتاعها ان سنجل ايه؟ ستيب اب ايكويشن واحده من غير حتى محتاج اعمل ايه؟ سمول سيجنال موديل ولا اعقد الدنيا. خلاص فدي ايه؟ اهميه الطريقه اللي احنا وصلنا لها في الاناليسيس بتاع الايه؟ بتاع السيرفر. طيب تعالى نشوف مور كومبليكيتد سيرفرز. عملنا ايه هنا بقى؟ في بوتكم ممكن تعملها تاني انها ايه؟ الترانزستور ده لازم يبقى ساتوريشن الجيت ما ينفعش يزيد عن الدرين بلس في تي صح؟ ليه معدل ساتوريشن؟ فالدرين عندي اه كومون زائد خلاص احنا ما اتفقناش دي هنجيبها ازاي بس لو انت عارفاها ان هي ما تنفعش تعمل عنها بي تي دايما بتساوي ايه؟ لا مفيش حاجه رقم ثابت اتس باي ديزاين فاهم قصدي؟ يعني انا مثلا لو انا في السيركت دي السيركت اللي فاتت مش هو في دي ماينس في كومبلكس لا اللي انا كاتبه هنا انت قصدك المعادله دي صح؟ مش عارف ايه يعني انا ماشي شايفها هو حط الصغير كده اه حاضر المعادله دي بتقول ان في اوت بوت ماكسيمم هنا هي بي دي ماينس بي دي اس ثابت المعادله دي مش بتقول ان في اوت كومن مود لازم تساوي ثلاثه بتقول ان في اوت كومن ماكسيمم يعني الماكسيمم كومن مود اللي ممكن يتحط عند النقطه دي والدايره تفانكشن صح هو بي دي دي ماينس بي كومبلاينس تمام لكن مين اللي هيحددها واحنا مش هنتكلم عليها دلوقتي طب لكن طب الدايره البسيطه دي محدده نفسها ولا لا؟ دي فيري كير صح؟ ليه؟ لان الكرنت ماشي هنا فبيحدد الاوت كومن مود بفاليو معين خلاص بقى ايه على حسب الايه السيركت ماشي يا سلام طيب تعالوا بص بقى على ايه على الامبليفاير ده عملنا ايه هنا برضو عايزين نمشي في سكه ان احنا نفكر في تكنيكس نعدي جين اكتر تمام وهتلاقوا ان الامبليفاير ده يمكن من اشهر التوبولوجيز اللي هتشوفوها بعد كده اللي الناس بتستعملها عشان تبني بيها اوب امبس تمام ليه اشمعنى اوب امبس؟ الديفرنشال بير ده ميزته ايه؟ ان في ايه؟ تو انبوتس واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف مش ده نفس الكلام في الاوب امب ولا لا؟ نفس الكلام في الاوب امب عايز ديفرنشال انبوتس واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف صح؟ ايه العامل المشترك بينهم تاني؟ الاوب امب الانبوت امبيدنس بتاعه من كام؟ انفينيت انت يمكن في ثانيه انفينيت ولا لا؟ انفينيت صح؟ فهتلاقي ده من ده والسلايد اللي فات من اشهر التكنيكس اللي بتبني بيها الايه؟ الاوب امب خلاص هنتكلم بعد كده يمكن حاجات بسيطه عليها يعني طيب فاحنا عايزين نمشي في سكه ايه؟ ان احنا نعلي الجيل اكتر، مش الاب احنا عايزين نقفل الجيل، خلاص احنا نجحنا ان احنا نوصله ايه؟ ان احنا دلوقتي جي ام ارنوت، انا عايز اعليه اكتر على جي ام ارنوت عشان الاب اكس محتاج جيل ايه؟ اعلى انفنت صح؟ طب قال لك تعالى نفكر كده هو ايه اللي بيليمت الجيل بتاعي هنا؟ في الامبليفاير اللي فات جي ام في الارنوت، بس الارنوت دي كانت ايه؟ البارلل كومبينيشن بتاع الكارنت سورس اللي فوق والديفايس اللي فين؟ والديفايس اللي تحت. طيب بدا يفكر قال لك طب ليه ما اشيلش الكارنت سورس واحط بداله ايه بقى؟ ايه اللي هو ارسم فوق هنا؟ ما اتكلمنا عليه في المحاضره اللي قبل كده. كاسكود الكارنت سورس مش كده ولا ايه؟ عامل ازاي هنا كده؟ طيب
ايه اللي احنا عملناه هنا بقى؟ فين يعني بتلاقي دايره كومبلكس برضه تحاول تبريك ات داون لقيته ايه؟ سمولر بارتس انت عارف الفانكشن بتاعتها. نبدا بالحته اللي فوق دي خلاص؟ الاوتبوت بتاعك هنا ايه؟ ادي في اوتبوت مش كده؟ ده اوتبوت نيجاتيف كده ده الاوتبوت. فاللي فوق ده بالنسبه لي هو عباره عن ايه؟ فلوس مش كده؟ الفوق ده هو اللود كله لان كله داخل عليه في فويس مفيش انبوت سيجنال داخل عليه فكل ده يعتبر اللود. طيب فاللود ده لو انا نسينا نوصل اللود ده عباره عن ايه؟ لو جيت ابص على الناحيه منه كده ترانزستور بايس في ساتوريشن وفي ترانزستور بايس في ساتوريشن يبقى لو انت حطيت في بي 1 مين اللي هيتحكم في الكرنت؟ ده ولا ده؟ ها اللي فوق على طول ليه؟ لان انا حاطط في بي 1 يعني الجيت عليه فولت والسورس عليه فولت فهو اللي هيسات على طول مين؟ الكرنت اللي هيمشي هنا. طب هو حدد لك الكرنت اللي هيمشي هنا صح؟ طب ده ليه مش هو اللي هيسات الكرنت؟ لان الكرنت ده لما يمشي هنا انت مثبت له مين؟ في بي 2 فاهم؟ وهو جيب الكرنت هو هيحدد مين؟ هو هيحدد الفي سورس بتاعه خلاص؟ يبقى اذا المين كرنت سورس او الكرنت ميرورنج اكشن لان في سيركت ثانيه هي اللي بتجنريت مين؟ البي بي 1 صح؟ هتميرور الكرنت هنا وبرضه بالتالي هتميرور الكرنت ايه؟ هتميرور الكرنت هنا. طيب طبعا انا المفروض بثبت الكرنت انه ايه؟ اي اس اس تحت فطبعا الدنيا سيمتريك والكرنت مود يمين زي شمال من ناحيه الدي سي فالكرنت هي سبليت يبقى اي اس اس على 2 اي اس اس على 2 يبقى الكرنت ميرور سي برضه لازم تكون جايبه لي هنا ايه عشان ده مش دوره اي اس اس على 2 وايه؟ واي اس اس على 2. طيب طب ايه بقى الميزه ان انا الكرنت سورس بتاعي اللي هو الكرنت سورس لود بدل ما اعمله اسمبل ترانزستور زي ما عملت في السلايد اللي فاتت اعمله كده كاسكودد ايه المزايا اللي اتكلمنا عليها في المحاضره الاولى لما اعمل كده؟ الار اوت عالي قوي الار اوت بتاع الكرنت ميرور صح؟ بدل ما كان بس ار نوت بتاع اللي فوق صح؟ بقت مين دلوقتي؟ بقت ار نوت بتاع اللي فوق زائد ار نوت بتاع ده زائد جي ام حصل ده الار فهتضرب فاكتور ايه؟ جي ام ار مش كده؟ فيبقى الار احنا مسمينها هنا ايه؟ ار اب وار داون فيبقى الار اب دي هتساوي ايه دلوقتي؟ يعني في الاكسبرشن بتاعها مسمين الترانزستور دي ام 7 5 3 4 5 ده ام 7 ام 5 وام 3 وام 1 يبقى الار اب اكتر الار اب طبعا اللي هي ايه تعرفها ريزيستنس بتاع اللود من ناحيه واحده من خلاص يبقى تساوي ار نوت 7 زائد ار نوت 5 زائد ار نوت 5 ار نوت 7 جي ام تقريبا الام 5 خلاص؟ ده يعني لو عملت الاثنين دول يبقى بدل ما كان زمان بس ار 7 الضرر كمان في ده جي ام ار بيبقى عندي الايه؟ ار ار. طيب عظيم انا عايز اجيب ايه دلوقتي؟ انا عايز افهم السيركت عشان اعملها اناليسيس. طبعا لما اجي اعمل اناليسيس كل حاجه سيمتريك فين اللاين اوف سيمتري؟ ادي اللاين اوف سيمتري والنقطه دي هتبقى ايه؟ فيرتشوال جراوند انا بانلايز الديفرنشال سيجنز يبقى الحته دي بقت عباره عن ايه دلوقتي؟ انا نرسمها مره ايه؟ عشان ما تلخبطش نرسم دايما الايه؟ الهاف سيركت اللي احنا بنحل عليها. خلاص يبقى ادي ام 1 اهو وادي ام 3 وده بي 3 يفضل زي الاول. خلاص ودي في ان ديفرنشال على 2 المره دي بقت ايه بقى؟ دي بقت جراوند. خلاص الاوتبوت بقى يبقى عباره عن مين دلوقتي؟ انا مدخل هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. عشان امشي للجين بوزيتيف خلينا نهدي بيها. خلينا نحط النيجاتيف في اوت هنا وبوزيتيف بي او كده خلاص عشان الجيم بس يطلع شرط مجرد فلو دي نيجاتيف يبقى دي عباره عن مين هنا؟ يبقى دي نيجاتيف او بريشر على 2 صح؟ عشان دي هاف سيركت طيب بعد كده نفتح مين؟ ام 5 وايه؟ وام 7 خلاص يبقى مين؟ ار اب بتاعتنا اللي هي فين؟ اللي احنا حسبناها اللي هي دي طيب نجيب بقى الجيت بتاع السيركت دي ازاي؟ خلاص احنا جبنا اربع الجزء اللي تحت ده بقى عباره عن ايه بقى؟ ها ايه الجزء اللي تحت؟ كاسكود هاتش فاير صح ولا لا؟ لا ده الانبوت اهو على كومن سورس فباخده از سمول سيجنال كارنت على مين؟ على كومن جيت يبقى الحته دي كاسكود ولا لا؟ يبقى ده كاسكود هاتش فاير خلاص يبقى انا الحقيقه عملت كاسكودنج تحت وعملت كاسكودنج كمان فين؟
فوق. الكاسكودنج فوق بقى الكاسكودنج كارنت ميرور، اللي تحت بقى الكاسكودنج ايه؟ امبليفاير. وبان طبعا اول ما رسمته منين؟ هنا يمكن ما كانش باين قوي عشان كان لسه في الديفرنشال امبليفاير، بس اول ما رسمت الايكوفلنت سيركت ظهر على طول ان هو بقى ايه؟ فيري سيمبل كاسكود زي اللي كنا بنتكلم عليهم ايه؟ التيرمينال. طيب احسب بقى الجين ازاي؟ يعني من احد الطرق المبسطه، يعني طبعا بدل ما اقعد اعمل السمول سيجنال موديل بتاع كل الديفايس دي، خلاص احنا فهمنا ان فوق هشيل واحط ار اب، فقال لي ده والكاسكود بتاعه مش كده؟ في طريقه يعني فيري سيمبليفايد بنستعملها كتير، لو انت عندك اي امبليفاير خلاص وعايز تحسب الجين بتاعه، مش ممكن احسب له النورتن ايكوفلنت؟ ازاي احسب له النورتن ايكوفلنت؟ ها اشورت سيركت الاوتبوت واحسب الايه؟ الاي نورتن الشورت سيركت اوتبوت كارنت صح؟ وبعد كده اعمل ايه؟ احسب له مين؟ الار اوت بتاعته مش كده؟ مش كده يبقى انا جبت له النورتن ايكوفلنت بتاعه؟ طيب لو عايز اجيب بقى البي اوتبوت، ايه علاقه البي اوتبوت بالاي نورتن والار اوت؟ البي اوت بتاع اي امبليفاير يبقى ايه؟ الاي نورتن بتاعه في الار اوت صح ولا لا؟ مش كده؟ من النورتن ايكوفلنت انت الكارنت سورس انت عامل معاه ريزستنس واشوف الاوتبوت. طبعا انا برضه مفيش لود هنا كده، مش حاطط لود في المساله دي. طيب فلو كده انا عايز احسب ايه؟ الجين. طيب الجين اقسم المعادله دي على مين؟ على في ان، يبقى الفولتج جين اقسم ده على في ان، يبقى يطلع لي اي نورتن على في ان في ار اوت. طب عظيم، ايه الاي نورتن على في ان دي؟ بالظبط كده، اللي هي الاوتبوت كارنت على الانبوت فولتج، اللي هي احنا كنا بنسميها ايه؟ بنسميها جي ام، يبقى جي ام في الار اوت. يبقى انت عشان تحسب الفولتج جين ممكن تعمل ايه؟ تحسب الترانس كوندكتنس بس اندر انهي كونديشن؟ اندر شورت سيركت، يعني تعمل شورت سيركت الاوت اي سي طبعا مش كده؟ اي سي شورت سيركت تحسب الكارنت اللي خارج وتضربه في مين؟ وتضربه في الايه؟ في الار. طيب تعالى نشوف التكنيك ده هيبسط لي الاناليسيس هنا ولا لا؟ هو الجي ام بتاعت الدايره دي بتساوي كام؟ تعالى نحسبها كده، هو مين اللي هيسد الكارنت هنا؟ الترانزستور ده هياخد الانبوت ديفرنشال على 2 ويقلبه على طول ايه؟ الكرنت قيمته جي ام في جي اس، يبقى الكرنت ده قيمته كام؟ جي ام 1 مين في في جي اس اللي هي الانبوت ديفرنشال على 2 صح؟ طب هعمل شورت سيركت زي ما قلنا هنا صح؟ يبقى ادي الشورت سيركت ده، هل الار اب دي هيمشي فيها اي كرنت؟ لا، لان خلاص فوق في فيرتشوال جراوند وهنا فيرتشوال جراوند مفيش كرنت هنا، يبقى كل الكرنت اللي خارج هنا او داخل بحسب ما اعرفش ازاي هيبقى هو مين على طول؟ هو الكارنت ده مش الكارنت ده كله هيمشي هنا؟ مش ده كومن جيت؟ كومن جيت الكارنت هيخش فيها كومن زي ما هو صح ولا لا؟ يبقى الجي ام بتاعك الثاني الاوتبوت كارنت على الانبوت فولتج مش كده؟ يبقى هي هتساوي مين؟ الاوتبوت كارنت اللي هو جي ام 1 تمام؟ في انبوت ديفرنشال على 2 خلاص؟ طبعا لو انا مطلع الكارنت خارج لبره يبقى ايه؟ يبقى في نيجاتيف مش كده؟ على مين؟ على الانبوت اللي داخل اللي هو مين؟ دي انبوت ديفرنشال على الدكتور. ازاي جبنا الاوتبوت كارنت ده؟ تمام، انت طب انت بتتابع ده ولا لا؟ يعني انت هنا الانبوت فولتج دخل اتحول انتوا ايه؟ انتوا الكارنت صح؟ تمام، فالكارنت ده دلوقتي قيمته ايه؟ جي ام 1 بيبقى ديفرنشال على 2. الكارت ده هيمشي منين؟ هيمشي كده خلاص؟ الكارت ده لما يمشي كده هيخش على مين هنا؟ على كومن جيت صح؟ هيشوف فيري لو او امبيدنس من الكومن جيت صح؟ هيشوف منها واحد على جي ام، فغالبيته كله هيمشي فين؟ كله هيمشي فوق طبعا. هو في يعني عشان نبقى اكتف هنا، هنا في ايه؟ في ار 1 صح؟ فانت لو عايز تبقى 100% اكتف الكارت ده جزء منه هيتقسم في ار 1 وجزء منه هيروح في مين؟ في ال 1 جي ام، بس ال 1 جي ام اصغر قوي من الار 1 فغالبيته هيطلع فين؟ فوق. وانس دخل السورس هنا ما لازم يدخل هنا، مش في اي سي ال هنا؟ لا يدخل هنا لازم يطلع ناحيه ثانيه، فيبقى هو الاوتبوت كارنت على طول، لان هو هيوصل هنا الكارنت هنا صفر، لان انا عامل شورت سيركت هنا صح؟ فيبقى كل الكارنت ده هو مين؟ هو الاي اوت بتاعي. خلاص يبقى انا لو فرضت بقى كده يبقى الجي ام بتاعتي هي ايه؟ نيجاتيف جي ام 1. يبقى الجي ام بتاعت السيركت طلعت ايه هي مين؟ الجي ام بتاعت الترانزستور ام 1. طبعا معلش الاشاره دي طلعت لنا ليه بس؟
مش هقول لك قدنا لان انا بتعرف الكارب ايه؟ الكارب خارج بس انا مكملها بقى طب الفولتج جين هيساوي ايه بقى؟ يبقى عشان اجيب الفولتج جين انا جبت ايه؟ شورت سيركت كارب او جي ام ناقص اجيب مين دلوقتي؟ ار اوت اجيب الار اوت ازاي المساله دي؟ بالظبط هشيل مين؟ هشيل الانبوت سورس طب هحط الانبوت سورس كام؟ بالجراوند طب الار اوت يعني ار اوت فرق مع مين بقى هنا؟ مع الار اوت صح؟ يبقى الار اوت هحسبها الاول تعمل كده هنا الار اوت هي الار اب بتتقابل مع الار داون خلاص والار داون طبعا برضه اذا كاسكودد امبليفاير الار داون تبقى ايه؟ تبقى ار نوت ار نوت 3 زائد ار نوت 1 زائد ار نوت 1 ار نوت 3 في ايه؟ جي ام 3 فبرضه كبرنا الار داون ولا لا؟ برضه كبرناها فاكتور ايه؟ جي ام ار نوت تمام؟ طيب بعد كده الفولتج جيم بتاعنا عباره عن ايه؟ الفولتج جيم بتاعنا عباره عن جي ام 1 مضروبه في الايه؟ الار اوت بتاعنا تمام؟ طيب يبقى فهمنا كده الكاسكود عرفنا نعدي الجيم كومبيرد لايه؟ للسيمبل كارنت سورس لانه عدى الكام؟ عدى الاثنين ار اوتس الجي ام هي جي ام صح؟ يعني جي ام حد الكاسكود طلعت ايه هي جي ام في الحاله في السلايد اللي فاتت صح؟ هي طلعت برضه جي ام 1 مش كده؟ اللي فرق ايه؟ من نيجاتيف انا هقول لك نيجاتيف راح فين؟ النيجاتيف ظهر هنا صح؟ فلو انا بحسب الاوتبوت فولتج خلاص؟ يعني انا عايز اعرف ازاي البي اوت البي اوت بتاعي بيساوي ايه؟ نيجاتيف بي اوت ديفرنشال على مين صح؟ طيب طيب يبقى بلاش بقى نكتب فولتج جين عشان ما نلخبطش يبقى نيجاتيف بي اوتبوت ديفرنشال على 2 هيساوي ده الاوتبوت فولتج الجي ام اللي هي نيجاتيف جي ام 1 صح في الار اوت مين؟ في الانبوت اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ ديفرنشال على 2 صح؟ فطبعا ايه؟ الاثنين راحت والاشاره برضه راحت فعشان كده الجين طلع بوست تمام؟ خلاص يبقى فهمنا الار اوت ازاي كبرت الايه؟ كبرت الجيم طبعا نفس الكلام نقدر نحسبه بقى مين؟ الكومود رينج ايه الانبوت كومود رينج انا؟ لا حسيته برضه طبعا انا جاي من تحت الكومبلاينس في جي اس كومبلاينس طب من فوق بقى ايه اللي هيحدده هنا؟ ها ايه الماكسيمم انبوت كومود مود هنا؟ دي انبوت كومود مود ماكسيمم ده يطلع لفوق لحد فين؟ مين اللي هيحدد البريك بتاعه؟ ها؟ في بي 3 لان ده النقطه دي لازم تبقى في بي 3 ناقص بي جي اس دي صح؟ يبقى ايه؟ في بي 3 ماينس البي جي اس بتاع ده او ده هي هي زائد ايه؟ البي دي صح؟ فده الماكسيموم ايه؟ ايه بوكومو اللي ده تسمح بيه والترانزستور تبقى شغاله بايه؟ بساتوريشن تمام؟ يبقى شفنا الدايره الكومبلكس ازاي بس قدرنا نعملها اناليسيس فيري سيمبل طلعنا في الاخر مكان طلع ايه؟ هو الجي ام ار اوت وبنستعمل نفس الديزاين او الاناليسيس تكنيكس اللي احنا اتعلمناها في الايه؟ في الترم اللي فات. ايه تاني معلش؟ بعد ما تجيب انت الجيم في الكومبو ماكسيم ممكن تزيد لحد فين؟ البولت ده ثابت لان البولت ده هو مين؟ بي 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 3 ماينس بي جي اس ده. صح؟ بي جي اس ده فانكشن مين؟ السايز والكرنت. صح؟ فده زي انت هتقعد تزود ده لحد ما يقلع عن الفريم اللي فيه، بعد كده ده هيخش فين على طول؟ في الدرايف تمام؟ برضه الدايره دي فيها نفس المشكله اللي فاتت، ان انت عندك هاي امبيدنس اوت نوت فمفيش حاجه في الدايره بتديفاين اوت نوت، فلازم برضه سيركت ثانيه هي الفورس الكومبو بعدها تمام؟ على حسب المساله يعني بس دي من احد الايه؟ الابروتشز
الفيري سمبليفايد الناس بتستعملها كتير، هو يجيب الاوت بوت سورس كارنت ويضربه على طول في الايه؟ في الار. ده باي ديزاين، انا اللي بختاره، انا اللي راسمه الاوتبوت يمين واللينك شمال، ممكن اعكسها دي نهايه اكس دي نهايه اكس، مش فارقه دي دي كل واحد بيختار اللي هو عايزه. خلاص يبقى كده فهمنا ايه الكاسكود ديفرنشال بير. اخر نقطه بقى هنا عايز اقولكم عليها في الكاسكود ديفرنشال بير، انتوا شايفين دلوقتي الكومبلكسيتي عماله ايه؟ تزيد شويه شويه. طيب ايه ابسط حاجه انت ممكن تضيفها للدايره؟ عشان برضه تتخيلوا انت لما تيجي فعلا تبص على الالكترونيك سيركت هتلاقي ايه؟ الدايره شكلها معقد، بس هي في الاخر كل ما تقسمها حتت صغيره هتفهم كل حته بتعمل ايه، هتلاقي نفسك ايه؟ عرفت تفهم الدايره بتشتغل ازاي؟ لو انا مثلا رسمت لك الدايره زي ما هي بس لو كنت ضايف حاجه بسيطه قوي عايزين نشوف كده تتغير ازاي؟ لو قلت لك هنا انا ضربت ترانزستور كده خلاص، وهنا واحد تاني اهو عملنا كده بالظبط كده. فايه ده الميه ده؟ ها ولا حاجه، افكر كده الاول في الحته دي لوحدها صح؟ انا بحط كارت سورس هنا بيعمل ايه؟ تو دايركت كونكتد ترانزستورز صح؟ دايركت كونكتد ترانزستورز دول بيشتركوا مين؟ البي بي 3 والبي بي ايه؟ البي 1 والبي بي 2 اللي احنا كنا خلاص ليه؟ لان ده هيجنريت بي دي ماينس بي اس هيجيب لك الفولت هنا في البدايه يعني هنا زي الكارت اللي انا عايزه، وده يبقى اي اس ايه؟ خليه اي اس بالظبط كده، وده يبقى لو انت كل حاجه ايدنتيكال بالظبط كده يبقى ده اي اس اس على ايه؟ على طيب ممكن نعمل غير كمان في ولا لا؟ ها؟ ده برضه ده كارت سورس ممكن نسيبه كده ولا لا؟ زودنا ايه؟ بس نقدر كارت سورس، كارت سورس بيميرور وهو اللي بيجنريت الايه؟ البايس الناس. اجين تيجي تبص على الحته دي لوحدها، انا فاهم ان ده ساتوريشن صح؟ وحاطط في بايس هنا جاي من الجزء ده، يبقى ده لازم اكتب زي ايه؟ از كارت سورس بيميرور الكارت من الايه؟ من الترانزستور. تمام؟ هل الاجزاء دي هتفرق معاك حاجه في السمول سيجنال اناليسيس؟ ان احنا ضفناها؟ ها؟ مش هتفرق اي حاجه ليه؟ لان مفيش سيجنال داخله من هنا صح؟ انت لما تبص من هنا انت شايف ريزيستنس قد ايه؟ سمول سيجنال يعني انفينيتي؟ لا بص من هنا انا شايف ايه بس شايف معايا ده يعمل ايه؟ ها فورمر ايه؟ فورمر جي ام مش ده دايركت كونكتد ترانزستور؟ صح؟ يبقى لما ببص هنا شايف فورمر جي ام بس مور سيجنال وايز لو انت بتحلها يعني انت مش عارف ان ده بتاع خلاص يبقى الحته دي هتشيلها وتحطها ايه؟ 1 بار جي ام صح؟ بتاع ده طب ال 1 بار جي ام دي اصلا مش فيها كارنت؟ ايوه فيها مفيش مفيش كارنت تاني هنا يبقى البوتنشال ده اكيد هنا ولا لا؟ يبقى برضه ده 0 فولت صح ولا 0 فولت اي سي طبعا طب خلاص يبقى هي رجعت زي في بايس ولا لا؟ رجعت زي في بايس صح؟ رغم ان هي 1 بار جي ام بس برضه مش ماشي فيها اي كارنت فبالتالي النوت دي كانها ايه؟ اسمها اي سي جراوند. فبالتالي الاناليسيس بتاع دي هي بالظبط نفس الاناليسيس اللي احنا ايه؟ اللي عملناه من شويه من غير اصلا وجود الكارنت ميرورز اللي احنا نتوقعها. بص للسقف طيب انا بتكلم على ايه؟ الناحيه الثانيه انا بتكلم على ديفرنشال مود صح؟ كل كلامنا لحد دلوقتي كان على الديفرنشال هاف سيركت والايه والديفرنشال جين. انا بتكلم على الكوم مود جين عشان نفهم الناحيه الثانيه هتشتغل ازاي. الكوم مود جين يبقى انا هاكسايت الدايره ازاي ده؟ كوم مود تو انبوت زي بعض اشورت التو انبوتس اللي هو تو جيتس خلاص كنا نرجع نعمل اناليسيز على السيمبل ديفرنشال بير وذ ريزيستنت لود خلاص يمكن كنا بصينا على واحده شبه دي المحاضره اللي فاتت خلاص بس ساعتها عرفنا الاوتبوت على ان هو ايه حسبنا بي اوت 1 صح حسبنا بي اوت 2 از ا فانكشن في مين في بي انبوت صح بس عملناها دي سي يعني وبعد كده طرحنا في اوتبوتس من بعض مش كده قلنا يبقى الاوتبوت ديفرنشال جينا نحسبه لان طلع بكام مش كل حاجه سيمتريك ها بي اوت 1 وبي اوت 2 ريليتيف لبي انبوت كوم مود مش كل حاجه سيمتريك ولا لا
طيب لو جيت اطرح في اوت من في اوت 2 في اوت بوت ديفرنشال هيساوي كام؟ هيساوي صفر صح؟ وده اللي انا عايزه. مش انا عايز دايما الدوائر بتاعتي لو في اي كومبوند انبوت داخل يكنسل في الاوت بوت ديفرنشال على طول. دي خاصيه مهمه جدا في الايه؟ الديفرنشال سيركتس. طيب امال انا عايز ابص على ايه دلوقتي؟ انا عايز ابص على حاجه ثانيه خلاص؟ يعني انا مش مهتم ان انا اشوف الانبوت كومن مود ظهر ازاي في الديفرنشال اوت خلاص. طبعا مهمه ولازم يظهر صفر مش كده؟ انا لا انا عايز اشوف بقى حاجه ثانيه. انا عايز اشوف الديفرنشال انبوت كومن مود هيظهر ازاي في مين؟ في الكومن مود اوت تمام؟ مش في الايه؟ مش في الديفرنشال اوت. ليه دي مهمه؟ تعالوا نتخيل كده ان انت عندك كذا امبليفاير مثلا ورا بعض خلاص؟ عندك ايه ديفرنشال امبليفاير بيسموه كده اهو ورا ديفرنشال امبليفاير تاني خلاص؟ واصلين ببعض. فدلوقتي انا بقول لك ايه؟ انا مدخل انبوت كومن مود سيجنال كده بي انبوت كومن مود. انا عارف المفروض ان لو كل حاجه سيمتريك في الامبليفاير ده الديفرنشال اوت بوت هنا هيبقى اي حاجه ريليتد للكومن مود ولا لا؟ المفروض ما فيهوش لان كل حاجه هتكنسل لما اطرحها من بعض مش كده؟ بس اللي انا ببص عليه دلوقتي ايه؟ احنا قلنا ان ممكن يحصل انجكشن للكومن مود نويز مش كده؟ ممكن في اي نويز سورس انجكت هنا وهنا فالنويز سيجنال تظهر كومن مود. طب ما انا نفسي ايه بقى في الدوائر بتاعتي؟ نفسي ان حتى لو ظهر كومن مود انبوت سيجنال الداله دي تعملها ايه في الاوتبوت؟ تخيل ان في نويز كومن مود دخل كده. انا نفسي كومن مود يحصل له ايه؟ ياتنويت يتشال الكومن مود كمان. ليه بقى؟ طب افرض انت الدايره الثانيه اللي بتاعتك دي الثانيه بقى افرض ان هي مش سنسيتيف سوري مش سنسيتيف افرض ان هي سنسيتيف للكومن مود مش هيبقى دي فيها مشكله ساعتها ولا لا؟ يعني احنا هنا الاسامبشن اللي عملناه عشان نخلي الدايره مش سنسيتيف للكومن مود قلنا كل حاجه سيمتريك صح؟ افرض الدايره اللي بعدك فيها مشكله وانا اشوف ايه اللي هيعمل مشكله كمان شويه خلاص؟ فساعتها انا اللي عايز امينيمايز هو مين كمان؟ الاوتبوت في اوتبوت كومن مود تبقى ايه؟ تبقى قليله قوي. او اللي انت بقى هعرفه هنا نسميه ايه؟ الكومن مود جين. ايه كومن مود؟ يعني احنا كلنا كنا بنبص عليه من شويه كان الديفرنشال مود. كان ايه الديفرنشال مود؟ ده اسمه ايه؟ ايه كومن مود؟ اللي هو الاوتبوت كومن مود على مين؟ على الانبوت كومن مود. انا نفسي ده يساوي ايه؟ كده بقى. طب احسبه بقى ازاي في الدايره هنا؟ مش دي شبه الهاف سيركت اللي اتكلمنا عليه في الاول؟ بس انهي هاف سيركت ده؟ الكومن مود هاف سيركت اللي هي فيها ايفن سيمتري مش فولت سيمتري. طيب قلنا هنعملها نفس ازاي الدوائر دي؟ انا شلت هنا الكارت سورس ورسمت غيره مين؟ الايفكتيف اوت بوت امبيدنس بتاعتي اللي هي ار اس اس مش كده؟ عاملها اناليسيس ازاي بقى السيركت المنظر ده؟ قلنا نقسمها على اثنين مش كده؟ تعالى نقسمها هنا كده. انا عايز انالايز الانبوت كومن مود صح؟ يبقى ده كان انبوت كومن مود من ناحيتين اهو. طب قلنا الثلاث سورس هقسمه على ايه؟ هقسمه على اثنين مش كده؟ فيبقى الار اس هنا تبقى ايه؟ يبقى هنا 2 ار اس اس وهنا 2 ار اس اس صح؟ قلنا كده اول محاضره ودي ار دي ودي ار دي. انا يهمني انهي اوتبوت دلوقتي؟ الدي اوتبوت كومن مود. الحقيقه هما الاثنين زي بعض المفروض كل حاجه سيمتريك هي في اوت 1 هتساوي في اوت 2 اللي هي ايه؟ اللي هي في اوت كومن مود. يعني الحاله دي ده هيساوي في اوت 1 هيساوي في اوت 2 لان الاثنين ايه؟ ار ايدنتيكال صح ولا لا؟ طيب فاحلها ازاي؟ اقطع كده زي ما قلنا مختار الاثنين ماشي بصدق واحل دي لوحدها ده اللي اتكلمنا عليه في الاول اول محاضره خلاص؟ ده بيرفكتلي رايت. في طريقه ثانيه كمان اسهل ايه هي بقى؟ بدل ما افصل كده واحل دي لوحدها ممكن احطهم الاثنين ممكن ما افصلش دول. طيب مش انا شايف ان السيمتري ان دي بتساوي دي؟ صح ولا لا؟ طيب لو جيت وصلت بينهم كده عملت انا شورت سيركت من نفسي كده هل الشورت سيركت ده هيشيل فيه كرنت؟ لا يبقى ما غيرتش حاجه في الدايره صح ولا لا؟ طيب مش معنى كده ممكن ارسمها بطريقه مبسطه اكتر ان انا اعمل ايه في الار دي دول؟ اشتغل اشتغل مع بعض. طب وفي ترانزستورز؟ هيتجمعوا على بعض يعني كان الترانزستور توايس الايه؟ السايز وتوايس مين كمان؟ الكرنت بدل ما كان اي اس اس اسم النص والنص
بدل نص واحد ماشي في الوقت في الكارز صح؟ طب بتاعك يفضل بقى زي ما هو تمام؟ فيبقى ممكن نسيبها بطريقه ثانيه برضه مبسطه اكتر ان انا اسيب تحت زي ما هو يبقى عندي تحت ار اس اس واجمع تو ترانزستورز ان 1 و 2 يبقى اي دبل السايز بتاعه طبعا دبل الكارت مش كده؟ والتو ريزستورز يخشوا ايه؟ يخشوا ايه؟ الطريقتين ار اكزاكتلي ايدنتيكال يعني لو حليتها كده وحليتها كده هتحصل على ايه؟ نفس النتيجه. طيب لو جيت بقى قال لي الجي ام بتاعت الكومباين ترانزستور ده ايه علاقته بالجي ام بتاعت السنجل ترانزستور؟ ها؟ دبل برضه ليه دبل؟ لان هي جذب اثنين كي في الكارت وانا اي دبل الاي عشان السايز واي دبل الايه؟ الكارت يبقى الجي ام هتبقى كويس الايه؟ كويس الجي ام بتاعت السنجل ترانزستور. خلاص خلي بالكم منها دي عشان ايه؟ ما تخبطش فيها ان انا دخلت التو ديفايس ان بارلل السايز دبل والكرنت ايه؟ دبل فيبقى الجي ام تحت الجذر هتطلع لي برضه دبل. طب الجي بقى هنا ايه علاقته؟ انا عايز اجيب اثنين لو في اوت كوم مود على في انبوت كوم مود يبقى مين على مين على طول؟ ار برين على ايه؟ على ار سي اس يبقى ار دي على اثنين على ار اس اس زائد ايه؟ واحد على جي ام بس اني واحد على جي ام؟ الواحدة الجي ام بتاعت الكومباين ترانزستور يبقى واحدة على 2 جي ام تمام؟ يبقى فيري سيمبل اناليسيس عرفت اجيب على طول جيب منها الكومبوز جيم بتاع الايه؟ الامبليفاير بتاعي تمام؟ لو عملتها السيركت اللي هناك متقطعه هتحصل على نفس النتيجه بدل ما الفاكتور اوف 2 هيتغلط هنا هيتغلط في مين؟ في الار اس اس يعني لو بصوا المعادله هناك دي لو الاتجاه البدني هتبقى ار دي بس وهتبقى جي ام بس دي هي كام؟ اثنين ار دي فهي نفس الايه؟ نفس الريزلت خلاص؟ طيب نبص بقى على الاكسبرشن ده انا عايز اعمل ايه في الاكسبرشن ده؟ ده كومن مود جين انا عايز اعديه ولا اقلله؟ عايز اقلله جدا يبقى احسن سولوشن ليا اعمل ايه؟ بالظبط كده مين نفسي يبقى انفينيت؟ الار اس اس كل ما هحط هنا ايديال كارنت سورس الار اس اس بتاعتي تبقى ايه قريبه من انفينيت او عاليه جدا هيحصل ايه الكوم مود جين؟ هيقلل لي الكوم مود جين هكسب ولا لا لو قللت الكوم مود جين؟ كويس لان انا عايز احسن الايه؟ الريجكشن للكوم مود صح؟ انا عايز اريجكت الكوم مود او اقللها عشان ما تعملش مشاكل بعد كده في الايه؟ في السيستم بتاعي. طب سؤال تاني بقى اخير كده ايه الفرق بين الامبليفاير ده؟ فاكرين اول سلايد لما جينا نتكلم عن الديفرنشال سيجنال قلنا انا ابسط من ان انا اعمل ديفرنشال بير فانا ممكن ادخل السيجنالز بتاعتي على ايه؟ على السنجل اند امبليفايرز كده؟ يعني لو قلنا ايه؟ ممكن ادخل السيجنال بتاعتي على اثنين امبليفايرز كده خلاص. ادي واحد اهو وادي الثاني وادخل ايه؟ بي ان 1 وبي ان 2 صح؟ يعني ده بدل الديفرنشال بير بدل ما اعمل ديفرنشال بير قلنا ممكن ادخل كل واحده منهم على امبليفاير ايه الميزة يعني كنا اتكلمنا على مميزات كتيره قوي للديفرنشال بير مقابل ده هل في حاجه ثانيه بقى واضحه من اللي احنا اتكلمنا عليها ولا كمان؟ يعني الديفرنشال جين هو هنا ولا وهنا ولا لا؟ الديفرنشال جين هنا هو كام؟ جي ام ار بي مش كده؟ الديفرنشال جين هنا كام؟ دي هتكبر جي ام ار بي دي هتكبر جي ام ار بي في الديفرنشال جيم برضه كام؟ جي ام ار بي الديفرنشال جيم في الحالتين هو هو صح؟ يعني الديفرنشال جيم اي ديفرنشال خلاص هتساوي برضه جي ام ايه؟ ار بي زيها زي مين؟ الديفرنشال بير طيب هل في فرق في الكوم مود ولا لا؟ ها الكوم مود جيم هنا بيساوي كام؟ الله يسميه ايه كوم مود؟ بيساوي كام؟ الكومن مود سيجنال هنا هتتعامل زيها زي الديفرنشال سيجنال ولا لا؟ هي هي صح مفيش بقى ايه؟ مفيش ار اس اس تحت طب لو في كومن مود سيجنال هتكبر برضه بكام؟ برضه جي ام ار بي طب لو في كومن مود سيجنال طب برضه جي ام ار بي بقى لما تكومباين الاثنين والافرج يبقى في كومن برضه زي جي ام ار بي يبقى هنا ما قدرتش تعمل ايه الكومن مود سيجنال؟ تعمل لها سبريشن او ايه؟ او ريجكشن كومن مود جين عالي زي الديفرنشال جين لكن الديفرنشال بير عندك الديجري اوف فريدم دي ولا لا؟ عندك ليه؟ لان الديفرنشال جين مش بيشوف مين؟ الار اس اس مين اللي بيشوف الار اس اس؟ الكومن مود سيجنال هي اللي بتشوف الايه؟ الار اس اس طيب هتقدر تديزاين كارنت سورس يقلل لك جدا الايه؟
الكومن مود جين عن طريق انت تبقى مزود الار اس اس بتاعته، بينما الديفرنشال سيجنال مش هيكون في الار اس اس اصلا، لان النقطه دي بالنسبه لها عباره عن ايه؟ افيرتشوال بتاعتها. تمام؟ واضحه النقطه دي؟ طيب لحد دلوقتي احنا اتكلمنا على كام ديفرنشال جين عشان نلخص اخر نقطه، اتكلمنا على الديفرنشال جين صح؟ قلنا تعريف الديفرنشال جين هو ايه؟ اوتبوت ديفرنشال عن انبوت ديفرنشال. اتكلمنا على الكومن مود جيم اللي هو تعريفه ايه؟ او كومن مود على ايه؟ انبوت كومن مود خلاص؟ في نوع بقى اخير من الجيم هنتكلم عليه نسميه ايه؟ ايه كومن مود ديفرنشال ده عباره عن ايه بقى؟ ده اتكلمنا عليه برضه من شويه اللي هو ايه؟ اللي هو سايت الامبليفاير بتاعي بايه؟ بكومن مود تمام؟ طب لو انا هنا بص على الاوتبوت كومن مود يبقى ده ايه؟ ايه كومن مود؟ كنا لسه بنتكلم عليه في السلايد اللي فات. طب لو انا بقى خايف، انا خايف اكتر من مين؟ مين اللي يكوربت السيجنال بتاعتي اكتر؟ ها لو في سيجنال هنا كومن مود ولسبب ما هنفهم بقى الاسباب ان شاء الله المحاضره اللي جايه، الكومن مود سيجنال دي اتحولت ايه هنا؟ للديفرنشال سيجنال. دي كوربت السيجنال ولا لا؟ هتكرهت سيجنال اللي ممكن تبقى نويز مثلا، ففجأه هي كومن مود فجأه تلاقيها راحت اتجمعت على ايه؟ اتجمعت على السيجنال بتاعك، يبقى هتكرهت السيجنال بتاعك. فانت دايما عايز الكومن مود جين تو ديفرنشال لازم يبقى ايه؟ بصفر. طيب الديفرنشال بير لحد دلوقتي، لحد الكلام ده دلوقتي مش كنا قلنا طالما انت دخل كومن مود كل حاجه سيمتريك يبقى لازم الاوتبوت غصب عنك يبقى كام؟ الاوتبوت ديفرنشال بصفر. طيب كاني لو كل حاجه بيرفكتلي سيمتريك ده دايما بكام؟ صح؟ لو كل حاجه سيمتريك ال A common mode to differential فعلا دايما هيبقى صفر، وده كلام حقيقي. طب امتى مش هيبقى صفر؟ لما نبدا بقى نكتب ال differential pair بتاعتي جالها فيها mismatches ماتشز او فيها asymmetry. يعني مثلا انا جيت في ال differential pair احط R D و R B في الفابريكيشن بروسيس مثلا، لقيت ال R D هنا بقت مثلا 100 اوم، هنا بقت ايه؟ 100 اوم بلس 1% او ماينس 1%، فبقى في ايه؟ بنسميها ميس ماتشز. الميس ماتشز دي هنعمل اناليسيس بتاعها ان شاء الله المحاضره الجايه، هنشوف ازاي انها ممكن تحول لي فروم كومن مود سيجنال تو ايه؟ تو ديفرنشال سيجنال. خلاص؟ فساعتها بتلاقي ايه؟ الاي كومن مود ديفرنشال مش بصفر، ده ايه؟ فاينايت فاليو. تمام؟ فلو هو اي دي بصفر كان نعرف بقى ريشيو بنسميها الكومن مود ريجكشن ريشيو سي ام ار ار. خلاص كومن مود ريجكشن ريشيو ايه الريشيو دي؟ ريشيو بتوريك الدايره بتاعتك بتريجكت قد ايه الكومن مود. خلاص فتعرفنا هي ايه؟ الكوانتيتي اللي انت عايزها على الكوانتيتي اللي انت ايه؟ مش عايزها. اللي هي بعيده عن ايه؟ الكوانتيتي اللي انت عايز تكبرها اللي هي الديفرنشال مود على الكوانتيتي اللي انت اي دي عايزها تبقى بكام؟ بالظبط. اللي هي الايه كومن مود تو ديفرنشال. انت ثيوريتيك عايز انت تبقى بصفر، يبقى كانك الكوم مود ريجكشن ريشيو دي عايز تبقى بكام؟ بانفلت. تمام؟ اي دي لو كل حاجه سيمتريك والدايره بتاعتك از بيرفكتلي ماتش خلاص هيبقى عندك فاينايت اي ديفرنشن مود وعندك ايه؟ انفلت سوري او زيرو اي كوم مود ديفرنشن، وبالتالي يبقى عندك انفلت سي ام ار ار او كوم مود ريجكشن ريشيو. وانا ليه عايز اصور مش عايز يكون ما خلي بالك هي دي ميزه ان انت تستعمل ديفرنشال سيجنالز، ان انت بتقول والله انا في السيجنال بتاعي هفترض ان السيجنالز بتوعي اللي داخلين لي ماشيين عكس بعض صح؟ واحده بتزيد والثانيه ايه؟ بتقل. فالمعلومه دايما انا عايزها فين؟ في الفرق ما بينهم في الديفرنشال سيجنالز. مميزات ده بقى اتكلمت عليه المحاضره اللي فاتت، قعدنا نقول اميونيتي للنويز صح؟ قلنا اميونيتي للسبلاي فاريشنز وحاجات كتيره جدا تانيه خلاص؟ فدايما الناس بتحب تخلي الانفورميشن ده في الديفرنشال سيجنال ومش عايزه اي حاجه تجيب انجكت في الكومن سيجنال انها ايه؟ كوربت السيجنال بتاعتها خلاص؟ فالمحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم على ايه؟ على الفاكت ده ازاي تسمعش ريزيستورز او ترانزستورز بيظهر لك ايه؟